طبعا الإعلام مثل ما لعب دور بتوعية الناس حول هالجائحة ورجع رد لموضوع الصحة العامة أهميته بالنقاش العام، بنفس الوقت لعب دور ما بدي أقول سلبي، ولكن كان في دور تخويف كتير ضخم أكتر من الحجم تبعه. ولفترة طويلة شفنا هالإعلام الأجندة تبعته سيطر عليها موضوع الوباء، وغابت كتير من القضايا اللي كانت مهمة ببلدان كانت عم تشهد أزمات كبيرة، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، ثورات. شفنا إنه الأخبار المتعلقة بالجائحة أخذت المدى الأكبر، أخذ وقت الإعلام لرجع يقدر يوازن بأجندته الإعلامية، الناس صارت واعية أكتر. والمنيح كمان يعني خليني أقول المنحة الإيجابي أنه موضوع التربية الرقمية صار أكتر وأكتر على الأجندة. الأهم هو مواجهة هالاختلال وباء المعلومات المغلوطة، والإعلام المهني دوره كتير أساسي، بيساعد الناس بتوعيتها على مواجهة يعني الأوبئة الصحية، بيقدر كمان يلعب دوره الأساسي بتصحيح المعلومات باستقاءها من مصادرها. ودايما الهدف إنه مش نخوف الناس، نوعيهم ونزدلهم مناعتهم بهالموضوع هذا.